حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. طالبت لجنة النزاهة النيابية بمنع توقيع عقد مع شركة وصفتها بالفاسدة تصل قيمته إلى 51 مليون دولار لتطوير محطة القدس الكهربائية. وبيّنت اللجنة أن الشركة ذاتها أحيل إليها سابقا مشروع محطة عكاز بكلفة 80 مليون دولار، بينما العمل الذي أنجزته لم يتجاوز 20 مليون دولار. وأوضحت اللجنة أن هناك محاولات وإصراراً عجيباً من قبل جهات متنفذة لإبرام عقد مع شركة عراقية رغم اعتراضات المهندسين المختصين بالمحطة وتأكيدهم بأن العملية غير مجدية. أعلن مصرف FTE كابيتال الأمريكي عن توليه وبشكل منفرد مسؤولية تقديم الاستشارة المالية وتنفيذ عملية بيع الأبراج الخاصة بشركة زين في العراق وتأجيرها. هذا وأكد الموقع الرسمي للمصرف الأمريكي أنه يتعامل وبشكل مباشر مع القضايا المتعلقة بالشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على البلدان الأخرى حيث يحتاج المصرف إلى التعامل مع جهة مصرفية محلية ضامنة من أجل تمرير التعامل المالي للصفقة، وهو ما لم يحدث في العراق. شهدت أسواق الطحين في مدينة الناصرية ارتفاعاً غير مسبوق بالأسعار، ومنها مادة الطحين المعروف بالصفر. وبحسب بائعي الطحين فإن سعر الكيس الواحد ارتفع عن المعتاد ليبلغ 43 ألف دينار بدلاً من 38 ألف دينار، فيما بلغ سعر طحين الصفر 50 ألف دينار بعدما كان ب 45 ألف دينار. هذا ويشهد سوق طحين الصفر ركوداً وضعفاً في البيع لانخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي. حمل المدير الأسبق لمصرف الرافدين ضياء الخيون وزارة المالية المسؤولية عن انهيار الدينار العراقي لأنه يتم تسجيل الدولار باسم الوزارة. وقال الخيون إن هنالك ضوابط وشروطا لسحب الوزارة للدولار بحسب حاجة البلاد لا تلتزم به الوزارة، لافتا إلى أن البنك المركزي هو الذي يحتفظ بالعملة العراقية المتداولة والمالية فقط. وأضاف أيضا أن أي برميل نفط يباع لا يتم تسليم مبالغ البيع للبنك، بل تذهب مباشرة إلى المصارف العالمية. أكد النائب باقر السعدي أن الاتفاق على تحديد نسبة كردستان العراق من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز إلى الحكومة في بغداد. وقال السعدي إن الاتفاق على تحديد نسبة لكردستان العراق ب14% من الموازنة العامة سيتم مع ضمان تسليم عائدات تصدير النفط والغاز إلى بغداد. وأضاف أن لأربيل استحقاقات من الحكومة لكنها مطالبة بالالتزام بواجباتها في تسليم عائدات تصدير النفط والغاز خارج العراق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.